السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال الإخوة الكرام؟ الأحوال ديالكم إن شاء الله تكونوا بخير، سلام صحة وعافية، ولا تنسوا الاشتراك والضغط على الجرس لتتوصلوا دائما دائما بأحدث فيديوهات هشام هاشم وأيضا لدعمنا، بارك الله فيكم وفي صحتكم، أيضا لا تنسى الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الآخرين. اليوم إن شاء الله سوف نتحدث عن أداة في أدسس وما يسمى بمحركات البحث المخصصة، وهذه الأداة هذه أو هذه الإضافة هذه قديمة جدا في حساب أدسنس، ولكن العديد من الأشخاص يسألني ما هي أو ما هو دور هذه وكيف نربح من هذه الأداة في الأدسنس. هي في الحقيقة أداة مربحة، تمام، ومن المخالفات أن تضعها في إفريم. يعني العديد من الإخوان يعني يضعون، يعني ماشي عديد، يعني والهنود كثيرا ما يستعمل هذه الطريقة، ولكن يتم حظر الحساب ديالهم هو أنه يضيف هذا المحرك البحث في واحد إفريم في واحد الصندوق وتظهر فقط هذه الاعلانات الخاصه بمحرك البحث، فهذه مخالفه. يعني وقت ما تفكر ان تضعها في محرك، يعني في صندوق افريم تقفل عليها، فهذا راه مخالف. المهم على اين هي مربحه؟ هل هي عندها علاقه مع الاعلانات، يعني عدد الاعلانات، يعني لا تتجاوز مثلا 3 اعلانات، هل يمكن اضافتها؟ هي لا علاقه بذلك، يمكنك اضافتها لا مشكله، يعني ما عندهاش علاقه السياسه ديال عدد الاعلانات في المحتوى، تمام؟ على اين؟ فالان سوف نتعلم كيف يتم تركيبها وكيف نقوم بالربح منها. فهي تحتاج الى ان تكون عندك مدونه، تمام، تحتاج الى ان تكون عندك مدونه. فاولا بعد ما نقوم بالدخول الى حساب ادسنس سوف نختار اعلانات، ثم اعلانات للبحث، ثم محرك البحث المخصص، هكذا، ثم سوف اختار محرك بحث مخصص جديد. جيد. فبعد ما سوف تختار هذا القسم هذا، يعني سوف ندخل مباشرة كي لا أطيل عليكم، وأحاول ما أمكن أن لا أصل إلى 10 دقائق. سوف أختار لها اسم، سوف أختار أدسنس مثلا، هكذا Ads02، فأنت أختار ما تريد، تمام. فهنا سوف أترك لها الويب بالكامل أو الموقع التي تختارها فقط. لا، أنا طبعا سوف أختار الويب بالكامل، لا أترك مجال للناس للبحث. فهذا المكان هذا قال لي الكلمات الرئيسية، بمعنى سوف أضع كلمة رئيسية تظهر في هذا محرك البحث. أي شخص سوف يدخل عندي سوف يجد كلمات مثلا الربح من الإنترنت، تمام. جيد. الآن سوف نختار البلد والإقليم، سوف أختار الولايات المتحدة. اللغة والموقع سوف أختار العربية، تمام. يعني أنا لك الاختيار في الاختيارات، أنا سوف أترك الولايات المتحدة. إذا كان عندك الموقع أجنبي سوف تختار اللغة التي تكتب بها في الأجنبي، ربما الإنجليزية، ربما الفرنسية، ربما الألمانية، على آخره. هنا تكون 3 اختيارات، تكون القنوات المخصصة، وتكون النمط، وثم نتائج البحث. النمط لن يظهر الآن إلا بعد ما تتم عملية الحفظ، سوف نأتي إليها. القنوات المخصصة لن أتحدث عنها، قم بالبحث يعني في القوانين الخاصة بها إلى آخره، وسوف تتعلم جيدا لأنها سوف تأخذ لنا وقت كبير. سوف نختار نتائج البحث، تمام. في نتائج البحث سوف أجد 3 اختيارات، سوف اختار هذا الاختيار في صفحة جوجل نافذة نفسها، او في نافذة جديدة، او في موقع على ويب. انا في الحقيقة سوف اختار في موقع على ويب، ولكن سوف اشرح لكم معنى هذه. يعني هذه سوف اي شخص سوف يدخل عندك المدونة مثلا، سوف نعتبر هذه الطريقة اللي هنشرحه في نافذة نفسها، في نفسها، بمعنى اي شخص سوف يدخل سوف يختار هذا الاختيار ديال محرك البحث مثلا. هنا انا لم اقم بحث فيها، ربما سوف اقوم بتدوير، باقي عندي في التخطيط. يعني لو مثلا الشخص كتب اي شيء في هذا المكان، يعني ما كتب مثلا الربح من الانترنت مثلا، الربح من الانترنت، الربح هكذا، سوف يخرج له، يعني سوف يخرج من الموقع ديالك، تمام. اذا اخترت هذا الاختيار اللي هو الاختيار اللي هو نافذة جديدة، بعد ما سوف يكتب سوف تختار له تخرج له هذه النافذة مثلا، هي هذه النافذة، تمام، بعيدة عن الموقع. جيد، تمام. اذا اخترت يعني في الموقع الويب، يعني سوف يظهر في الموقع عندي، لن يخرج من الموقع، سوف يبقى منحصر في موقعي. جيد. فالان سوف نشرح لكم، بعد ما سوف اختار هذا الاختيار الاول او الثاني يعطيني هنا بعض الاختيارات. هل يمكنني إضافة صورة، يعني صورة كشعار في الموقع في 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 جوجل مثلا؟ أنا سوف أختار هذه الصورة مثلا، سوف أختار هذا مثلا، صورة هنا، سوف أختار صورة خاصة بي، أنا سوف أكون محرك البحث، تمام. مثلا هذه الصورة سوف أضعها هنا، سوف أعطي لها واحد 120 × 160 بهذا الشكل، سوف أقوم بعملية الحفظ. هذا مثال، سوف أقوم برفع الصورة، وافق، سوف أقوم برفع الصورة،
أين هي الصورة؟ أين هي الصورة؟ أين أنت يا هشام؟ ها هي الصورة، سوف أقوم برفعها. تمام، سوف أقوم برفعها بهذا الشكل، ثم بعد ذلك سوف أرجع إلى الأدسنس، سوف أضع الصورة في هذا المكان، ثم بعد ذلك هنا سوف يعطيني موضوع الشعر، هل يكون على مربع للبحث أو بجوار مربع للبحث؟ سوف أختار الاختيار بجواره هكذا. سوف أقوم ب أو يكون مكان ديال جوجل، يكون الصورة ديالتي مثلا. سوف أختار هذا الاختيار هذا، سوف أختار حفظ وحصول على شفرة. تمام، هذه الطريقة الأولى، يعني هناك طرق أخرى. سوف أختار هذا المكان، ثم سوف أختار التخطيط بهذا الشكل، سوف أقوم بحذف هذه كي لا بتدوخش. سوف أقوم بإضافة أداة، هذه الأداة سوف أختار HTML جافا سكريبت، ثم سوف أضع في هذا المكان، سوف أختار محرك البحث أو أي كلمة، محرك البحث، حفظ. جيد، سوف أقوم بالدخول إلى المدونة الآن، سوف أحفظ هذا الترتيب، عرض المدونة بهذا الشكل، سوف أختار هذا المكان، يعني أنا وضعتها في هذا المكان، سوف ها هي محرك البحث. سوف أكتب الريح مثلا، سوف أقوم بالنقل على البحث. كما تلاحظون هشام، الصورة ديال هشام موجودة في هذا المكان. إذا أي شخص نقل على هذا الإعلان أو هذا الإعلان أو هذا الإعلان أو هذا الإعلان سوف أكسب أنا المال. إذا نقل على أي شيء آخر فهنا فلن أكسب أي شيء. فهما النقطة، جيد. حتى يمكنك هادو تخليهم باللون الأصفر، المهم هذه الأمور كل شيء نحاول ما أمكن نشرحوها إن شاء الله. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، سوف يعني الآن دابا تمام، سوف أقوم بالدخول إليها. الآن النقطة الثانية، سوف أرجع إلى نتائج البحث، سوف أقوم ب لا ماشي هي هذه، دقيقة، بحث على سر هو الإعلان الذي وضعته، واش الأول ولا الثاني؟ هو هذا. جيد، الآن ماذا سوف أصنع؟ سوف أختار في هذا المكان، يعني الآن سوف أختار في موقعي أنا، يعني سوف تظهر الإعلانات في موقعي، سوف أختار في هذا المكان هذا، تروا أن النمط ظهر بعد ما قمت بعملية الحفظ، ظهر النمط. سوف أختار الصفحات بهذا الشكل، ثم سوف أختار صفحة جديدة، سوف أسميها محرك البحث، رد معي البال، محرك البحث. الآن 7 دقائق، نحاول ما أمكن أن لا أتجاوز 7 دقائق، هذه 10 دقائق. سوف أقوم بنشرها، ثم سوف أعرض هذا الموقع. كما تلاحظون الصفحة الرئيسية عندي هنا، سوف أجعله مكان خاص بمحرك البحث ديال أدسنس. سوف أقوم بنسخ هذا الرابط هذا، ثم سوف أرجع إلى الأدسنس، ثم سوف أضعه في هذا المكان هذا، ها هو عنوان حيث تعرض نتائج البحث. سوف أقول حفظ وحصول على شفرة، سوف يعطيني 2 شفرات. الشفرة الأولى الثانية سوف أقوم بوضعها في الصفحات هنا بمحرك البحث، هذه الثانية ماشي الأولى لأن أنا قريبة قلت تحديث. ثم الشفرة الأولى سوف أضعها في المحرك هذا، في هذا المحرك هو هذا، في هذا المكان، حفظ. تمام، جيد، اتفقنا. الآن سوف أقوم بعرض المدونة بهذا الشكل، ثم بعد ذلك سوف أختار الاختيار المكان الذي وضعت فيه الإعلانات، هو هذا المكان المحرك البحث، يعني أنت تضعه في اليمين في اليسار لك الاختيار. سوف أكتب الربح هكا، شوف راقب جيدا، حين أقوم بالنقر سوف يدور في نفس الصفحة وفي نفس الموقع الخاص بي، وسوف تلاحظون أن هناك أن هناك يعني كما تلاحظون، ها اي شخص سيدخل ينتقل في موقعي انا، طبعا سوف تظهر الاعلانات في الاسفل واعلانات في الاعلى، فانا اكسب من هذا المكان واكسب ايضا من هذه الاعلانات. هناك نقطه اخرى، بارك الله فيكم، سوف ارجع الى واش هذا ولا هذا، ما قلت كاع باقي نتائج البحث هو هذا. سوف ارجع الان الى النمط، النمط بارك الله فيكم، سوف ندخل الى تهيئة الانماط، يعني انا لا اريد ان اطلع عليكم ولكن انت سوف تقوم بتجربة الامر.
يعني مثلا سوف اختار صفحتان يكون فيه صفحتان، يعني سوف تظهر فيه مثلا صفحتان، اي شيء يحتاج الى صفحتان سوف يظهر. سوف نختار مثلا الربح ديال ربما يظهر في ادسنس. يعني احيانا يعني بعد ما تقوم بتجربة هذا النمط هذا سوف يظهر مقسم، وسوف تجد ما يعطي ذلك، تمام؟ سوف تقوم بتقسيم هذا ويظهر في قسم ثاني. وكذلك هناك طريقة أخرى وطريقة ثالثة كيف يظهر محرك البحث عندك بهذا الشكل، يعني الربح مثلا بهذا الشكل هذا. يعني يمكنك يعني تجربة هذه الأمور هذه لأنها سوف تأخذ لنا كثير من الوقت. أيضا يمكنك المظهر، اختيار المظهر هو سوف تختار اللون مثلا بهذا اللون، سوف تظهر بهذا اللون أو تظهر بهذا اللون أو تظهر بهذا اللون، أي لون، تمام؟ أي لون مثلا بهذا اللون هذا كيعطي إثبات الربح، مثلا سوف تظهر باللون بهذا اللون هذا، تمام؟ أيضا يمكنك تخصيص نوع كذا الشعار كيف يكون اللون ديالو، مربع البحث كيف، الزر التصفية وكل شيء، الأمور يعني العلامة التجارية للشركات كذا كيف تقوم بتغييرها. المهم على أي يمكنك تغيير الألوان جميعا، وأنت سوف ترى يعني هنا سوف تغير هذا النمط هذا، سوف تغير الشعار، تغير زر البحث كيف يكون باللون ديالو، هل أزرق هل أبيض، هل كما تلاحظون سوف أعطي هذا اللون هذا مثلا هو أصبح أزرق. يعني أنت لك كامل، ثم بعد ذلك تقوم بالحصول على شفرة، تقوم بالحصول على شفرة، هذه الشفرة هذه سوف تقوم بوضعها في يعني الحصول على شفرة نتائج البحث، سوف تقوم بنسخها ثم وضعها في الخاص بمحرك البحث الخاص بك. يعني مسألة بسيطة وبينة، ويمكنك يعني النبش في هذه الأماكن هذه فهي جيدة. وأعتقد أن الدرس واضح وبين، وأي سؤال سوف نجيبكم إن شاء الله، وأعتذر على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.